اهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن فيلم الرعب والغموض ميدسومر، واللي صدر سنة 2019. بيبدأ الفيلم مع داني وهي قلقانة على اهلها علشان محدش منهم بيرد على الموبايل، وده بعد ما وصلت لها رسالة مخيفة من اختها اشبه برسائل الانتحار، وداني مش قادرة تحدد هي تقصد ايه بكلامها، ولانها مش عارفة تتصرف ازاي فبتتصل بحبيبها كريستين، لكنه بيقول لها انها مديها الموضوع اكبر من حجمه، وان اختها يعني على طول بتحاول تلفت الانتباه بحركتها المجنونة كالعادة. فبتتضايق داني من كلامه لانه مش مقدر مرض اختها اللي بتعاني من اضطراب نفسي. وبعد ما بتقفل معاه المكالمة بتتصل بصاحبتها تشتكي لها، وبتكون داني حاسة انها تقيلة على كريستين بسبب مشاكلها الكتير، وبترد صاحبتها ان من واجبه يقف جنبها والا مش هيكون الشخص المناسب ليها. وفي اثناء المكالمة بتكتب رسالة تانية لاختها، وفجأة بيجي لها اتصال من رقم مجهول. في نفس الوقت ده حبيبها كريستين بيكون قاعد مع اصحابه بيتكلموا عن داني، وبينصحوه انه لازم ينفصل عنها لانها شخص كئيب وهو لازم يعيش حياته. بس كريستين بيكون خايف يندم على القرار ده بعدين، وبتجي له مكالمة من داني فبيبعد عنهم علشان يرد عليها، وبيسمع صوتها وهي بتصوت ومنهاره. بعدها بيجي مشهد لراجل المطافي وهم بيدخلوا شقه اهلها، وبيلاقوا والدها ووالدتها ميتين على السرير بعد ما اختها انتحرت وقتلتهم معاها. بيروح كريستين بيت داني وبيحاول يهديها. بيعدي وقت وبنشوف داني نايمه على سريرها مكتئبه، وبيدخل كريستين عليها علشان يقول لها انه رايح حفله، وبتقول له داني انها هتروح معاه. وفي الحفله بيتكلم صحاب كريستين بيلي وجوش ومارك قدام داني عن رحله الصيف للسويد اللي مخططين ليها، واللي بيكون فاضل عليها اسبوعين بس. ورغم كده كريستين ما قالش انه حجز التذكره ومسافر، وعشان كده بتواجهه في البيت وبتساله ليه ما كانش صريح معاها وانها مش هتمنع انه يسافر. فبيعتذر لها لكنها بتقول له انها مش عايزه منه اعتذار، كل اللي محتاجاه الصراحة. ولما بتحس انه اتقفل منها وهيمشي بتسكت وبتغير الكلام، وبتسأله ان كان رايح الرحلة دي علشان يصفي ذهنه ويقدر يفكر في مشروع التخرج بتاعه. بعد فترة بيكون كريستين قاعد مع اصحابه بيتكلموا عن رحلة السويد، وقتها بيقول لهم كريستين انه دعاها للرحلة، واصحابه بيتضايقوا انه اتصرف من غير ما ياخد رأيهم. بعدها مارك بياخد كريستين لأوضة تانية علشان يتكلم معاه، وبيلي بيتكلم مع داني، اما جوش بيتجاهلها تماما. داني بتسأل بيلي عن البروجرام اللي عمله ليهم هناك، وبتقول له كمان ان عيد ميلادها هيكون في نفس يوم وصولهم للسويد. فبيقول لها ان من تقاليد القريه الصغيره اللي هو منها انهم بيعملوا مهرجان الصيف وبيستمر 9 ايام، وبيفرجها على صور لمهرجانات فاتت فبتنبهر داني بيها جدا. بيلي فجاه بيقول لها انه مبسوط جدا من سفرها معاهم وبيعزيها في موت عيلتها، وبيقول لها انه متفهم شعورها لان هو كمان فقد عيلته. بيبان الحزن على داني وبتجري على الحمام، وبنروح ليوم سفرهم وداني بتعيط في حمام الطياره. وبعد ما بيوصلوا السويد بيتحركوا بعربيه للقريه اللي عايش فيها بيلي. بعد شويه بيقفوا في مزرعه متجمع فيها كل شباب المدينه اللي لسه راجعين زيهم، وبيقابل بيلي اخوه الانجمار اللي بيعرفهم على اصحابه سيمون وكوني. وبعدها بيديهم الفطر السحر اللي بيخليهم يتخيلوا حاجات مضحكه، وبيقعدوا تحت الشجره وبيبدا مفعول الفطر المخدر يشتغل. وقتها داني بتسمع صوت من بعيد بتتفزع منه، وبتقوم تمشي وبتعدي على مجموعه قاعدين بيضحكوا عليها. انغمار اخو بيلي بيحاول يهديها وانهم تحت تاثير الفطر السحري، لكنها بتجري على الحمام وهناك بتبدا تجيلها هلاوس مخيفه. وبعدها بتحلم بعيلتها، وبيصحيها كريستين من النوم وبيقول لهم انهم مستنيينها تصحى من 6 ساعات. الشباب كلهم بيتحركوا في الغابه لحد ما بيوصلوا اخيرا للقريه، وهناك اهل القريه بيرحبوا بيهم وهم لابسين هدوم المهرجان وبيعزفوا موسيقى. داني بتستمتع جدا بالجو الهادي هناك، وبيلي بيسلم على واحد من كبار السن في القريه اللي بيرحب بيهم وبيقول لهم ان المهرجان الرسمي هيبدا تاني يوم، وبيلفت انتباههم صوت موسيقى جاي من بعيد. وهناك بيقابلوا سيف اللي بترحب بيهم وبتتمنى لهم اجازه صيف سعيده، وبيظهر طفل معاق وبيكون مشغول بالرسم ومش مهتم باحتفالهم. وسيف بتدي شعله نار لاتنين من كبار السن وبتبص للسما وبتقول جمله غريبه كانها بتستحضر ارواح. في الوقت ده بتظهر مايا اخت بيلي وهي بتجهز في الحمام وبتسمع صوت الموسيقى، فبتخرج علشان تحضر الاحتفال، وبتشوف الشباب قاعدين على الارض ساكتين واهل القريه بيرقصوا حواليهم، فبترقص معاهم. ولما بتقرب من كريستين بتضربه برجلها في جنبه، فبينضم هو وجوش ليهم وبيرقصوا مع بعض. وبيلي بيدي داني رسمه ليها هديه بمناسبه عيد ميلادها، فبتقول له داني ان كريستين نفسه نسي عيد ميلادها وبتشكره على الرسمه. بعد كده بياخدهم بيلي في جوله حوالين القريه، وبيجاوب على أسئلة جوش عن مجتمعهم، وبيشوفوا مجموعة أطفال بيتعلموا قوى السحر الرونية القديمة. وأثناء جولتهم في القرية بيشوف كريستين مبنى بعيد واللي بيطلع معبد سري مش مسموح لحد يقرب منه. وبعد كده بينقسموا لمجموعتين، انغمار بياخد صحابه كوني وسيمون وبيعدوا على قفص الدب وبيوريهم مخطوطة بتحكي عن قصة حب، أما بيلي بياخد صحابه لمكان النوم واللي بيتشارك فيه كل شباب القرية اللي أقل من 36 سنة. وبتنشغل داني عنهم وبتركز على حائط صور ملكات شهر مايو. وقتها بيلي بيقول لكريستين إنه نسي عيد ميلادها، لحد ما بتناديهم داني وبتسأل عن حائط الصور. بعدها كريستين بياخدها بعيد علشان يهنيها بعيد ميلادها، وبيكذب عليها انه منسيش ولا حاجة، هو بس انشغل في الاجواء اللي بتحصل، لكنها بتعرف انه بيكذب فبيعتذر لها وبتطفي الشمعة. وبالليل الكل بيستعد للنوم، وبيلي بيقول لهم ان اول يوم في المهرجان هيكون مهم جدا، وجوش بيكون عارف السبب لكنهم بيخبوا عن الباقي. كريستين بيحاول يبحث على النت عن السبب بس الشبكة بتكون فاصلة،
وتاني يوم الكل بيتجمع وبيقف قدام المعبد، والبنات الصغيرة بتقطف الوارد بعدها ولد صغير بيرن الجرس، فبيخرج من المعبد السري كبار السن اللي مسكوا شعلات النار اليوم اللي فات. ولما الشخصين دول بيبدأوا ياكلوا الباقي بيبدأ بعدهم، وبيلاحظ مارك بنت من اهل القرية اعجب بيها قاعدة الناحية التانية. داني بتتكلم مع بنت تانية معاها طفل صغير، وبعد شوية بيقف الاتنين الكبار في السن وبيعملوا طقوس غريبة، والباقي بيقفوا وبيشربوا، وبعدها بيتشالوا على الكراسي اللي قاعدين عليها، والكل بيمشي وراهم ما عدا مارك. وبيتجمع اهل القرية كلهم قدام منحدر مستنيين يشوفوا الطقوس بتاعتهم، لحد ما بيظهر الاتنين دول من فوق، وبعدها بيسمعوا صوت البوق، وبيقرب جوش من بيلي علشان يسألوا ان كان يقدر يقرأ الكتاب المقدس بتاعهم، والاتنين الكبار بيقطعوا ايديهم بالسكينة وبيمسحوا الدم على حجر كبير عليه رموز الرونية القديمة، وبتقف الست الاول على حافة المنحدر وبتنط من فوق فبتقع على صخرة وبتموت في منظر مرعب ومخيف. داني بتحصل لها صدمة من المنظر، وانغمار بيحاول يهدي كوني وسيمون اللي انهاروا تماما، وبعد كده بيقف الراجل العجوز على الحافة وبينط، لكنه بيقع على رجله وما بيموتش، وعشان كده بيقرب منه شخص وبيضربه بمطرقة خشب لحد ما بيموت. الشباب بيترعبوا وبينهاروا، وسيف بتحاول تقنعهم ان ده من الطقوس الدينية عندهم، وان الشخصين دول عملوا كده بارادتهم الخاصة، وانها هتعمل زيهم لما يجي عليها الدور. وبتكمل سيف كلامها وهي بتبص على داني وبتقول انهم مش هيقدروا يهربوا من فساد الروح بالملذات. وبعد ما بيخلصوا الطقس الديني بيرجعوا للقرية، وبتكون داني مقررة انها تمشي من المكان. وبيدخل كريستين الأوضة وبيلاقي جوش هناك بيشتغل على البحث بتاعه، وبيقول له انه قرر يعمل بحث عن القرية وعاداتها. فبيغضب جوش لان كريستين كان عارف من الاول انه يعمل المشروع بتاعه على مهرجان الصيف، وهو كده بيسرق فكرته، وبيقول له يدور على فكرة خاصة بيه ويبعد عن فكرته. بس كريستين بيكون مصمم وبيقترح عليه اما يتعاونوا سوا او كل واحد يعمل البحث الخاص بيه في نفس الموضوع. في الوقت ده داني بتكون بتجهز شنطتها علشان تسافر، وبيدخل بيلي عليها علشان يعتذر لها، وبيقول لها انه كان نفسه يشارك الطقس الديني ده مع اصحابه، وكان مبسوط اكتر ان هي بالذات موجوده، وبيقول لها انه حاسس باللي بتعدي بيه لان هو كمان فقد اهله في حريق وهو صغير، لكنه بعدها لها عيله جديده في المجتمع ده وعايزها هي كمان تعيش معاهم وتعتبرهم عيلتها. وبعد شويه بيطمن كريستين على داني، وبالليل بتطلب داني من جوش حبوب منومه تساعدها على النوم، لكنها بتصحى برضه على صوت حركه، ولما بتفوق ما بتلاقيش حد على السرير، وبتخرج بره بتلاقي كريستين واصحابه ماشيين بالعربيه، وفجأة بيجي في خيالها صورة الاتنين اللي ماتوا، وبتتغير الصورة لصورة عيلتها وهم ميتين جنب المنحدر، وبيطلع كل ده كان كابوس. مايا اخت بيلي بتكون صاحية وبتنتهز فرصة ان محدش صاحي، وبتقرب من سرير كريستين وبتسيب حاجة تحته، لكن جوش بيكون صاحي هو كمان وبيشوفها. وتاني يوم بيقرب جوش ومارك من بيلي اللي بيكون شغال في الحديقة، وبيقول لجوش ان كبار السن سمحوا له يكتب عن القرية. جوش بيسأل بيلي عن الحاجة اللي سابتها مايا اخته تحت السرير، فبيقول له بيلي انها تعويذة حب. وبيجي كريستين وبيعرف بقرار كبار السن عن مشروعهم، وكمان بيعرف ان مايا معجبة بيه. وفجأة بيسمعوا صوت راجل بيزعق جامد بعد ما مارك عمل حمام على شجرة هناك والناس بتتلم عليه. وقتها بيلي بيبعده عن الشجرة وبيوضح ليه ان الشجرة دي مقدسة جدا عندهم، وهو باللي عمله كده بيهنها وبيهن اجدادهم. ولما داني بتقول لكريستين ان سيمون ساب كوني ومشي ما بيهتمش وبيكمل كلامه مع واحد من كبار السن. بعدها واحدة من ستات القرية بتطلب من داني تطبخ معاهم، وبتلبسها المريالة علشان تساعدهم في طبخ تورتة اللحمة. في نفس الوقت جوش بيتكلم مع واحد من كبار السن عن كتابهم المقدس اللي بيكون فيه دايما صفحات فاضية في الاخر، وده لانه بيتطور كل فترة، واللي بيبلغهم بالتغييرات هو الولد المعاق اللي شافوه في بداية وصولهم القرية، وبيقول له ان الطفل بيرسم وكبار السن بيترجموا رسوماته. بعدها بنشوف ماركو وهو بيحوم حوالين المعبد وبيدور على البنت اللي معجب بيها، لحد ما بتنادي عليه طفلة علشان العشاء. وعلى العشاء بتلاحظ داني اختفاء كوني، لكن واحد من كبار السن بيقول لها انهم وصلوها لمحطة القطر، وما بتكونش فاهمة لحد دلوقتي ازاي سيمون يقدر يسيب كوني ويمشي من غيرها، وبتكون شايفة ان كريستين ممكن يعمل كده. وبياخد كريستين قطمة من التورتة لكنه بيلاقي فيها شعر، فبيبص على مايا، والبنت اللي مارك معجب بيها خدته وبعده سوا. وبالليل جوش بيدي داني حبوب منومة تاني، ولما بيتأكد ان كله نام بيتسحب للمكان اللي فيه الكتاب المقدس علشان يصور صفحاته، ومارك بيقفشه وهو بيعمل كده. بس لما جوش بيقرب منه بيحس انه مش طبيعي، وفجأة بياخد ضرب على راسه وبيغمى عليه، وبيقرب منه مارك اللي بيطلع هو الطفل المعاق بس لابس وش مارك. تاني يوم بيصحى كريستين من النوم وبيلاقي سرير جوش فاضي، وقتها بيتكلم واحد من كبار السن وبيقول لهم ان الكتاب المقدس اتسرق، والافضل ان اللي سرقه يرجعه مكانه. وبعدها بيقول لهم اتنين من كبار السن انهم شاكين ان اللي عمل كده هو مارك وجوش زمايلهم. بيرد كريستين ان جوش ممكن يعملها، اما بيلي بيحس بالذنب لان هو السبب في وجودهم في القريه، وبيشربوا كل بنات القريه شاي مخصوص وبتشرب داني معاهم، وبتنضم لباقي الطقوس اللي بتكون فاكره انها مسابقه رقص. وقتها بتعرف داني ان الشاي حاطين فيه الفطر المخدر، وبتعلن واحده من كبار السن عن بدايه المسابقه، فبتبدا كل البنات ترقص في دايره. في الوقت ده كريستين بيكون قاعد مستني سيف في الاوضه، وبتدخل عليه سيف وبتقول له على طول ان كبار السن وافقوا انه يتجوز مايا، وبنرجع لمسابقه الرقص.
هي اللي هتستمر للاخر ومش هتتعب وتقع، والبنات بتقع واحده ورا التانيه من التعب، وبيكون كريستين قاعد بيتفرج عليهم وواحده بتديله كوبايه الشاي اللي فيها الفطر المخدر وبيشربه وهو بيبص على مايا، وداني بتكون لسه بترقص وداخل جدا لكنها ما وقعتش، وبيكون مش فاضل غير هي وبنتين معاها، وهم بيضحكوا وبيرقصوا البنتين اللي معاها بيخبطوا في بعض وبيقعوا وبتفوز داني بالمسابقه، والكل بيجري عليها وبيتم تتويجها بتاج ملكه مايو، وبيشيلوها لحد الترابيزه وبيقعدوها على الكرسي وبيقعدوا بعدها، ولما بتبدا الاكل الكل بياكل بعدها، وبيكون كريستين معاهم وحاسس بتاثير الشاي اللي شربه ومش فاهم ايه اللي حصل، والكل بيحيي داني الملكه الجديده وبيقولوا لها انها بقت من العيله دلوقتي، وبتيجي مايا وتشاور لكريستين علشان يروح وراها، فبتحس داني بحاجه بينهم، بس سيف بتقول لها تنسى كريستين دلوقتي وانها لازم تؤدي واجبها كملكه مايو وبارك المحاصيل، وبتركب عربيه بيشدها مجموعه من بنات القريه وبتادي الطقوس الخاصه بمباركه المحاصيل بعيد عن القريه. في نفس الوقت مايا بتنادي كريستين مره تانية، وكبار السن بيجهزوه علشان يتجوزها، ولما بترجع داني القريه بتكون سيف مستنيه وصولها، لكنها بتسمع صوت خارج من المكان اللي فيه كريستين، والبنت اللي معاها بتمنعها انها تقرب، لكن داني بتبص من الباب وبتشوف اللي بيحصل جوه، بعدها بتبعد وبتعيط بانهيار قدام الباب، فالبنات بياخدوها لسريرها وبيبدا البنات يقلدوها وهي بتعيط. بيخرج بعدها كريستين مفزوع وبيبدا يجري من القريه لحد ما بيدخل كوخ، وقتها بيتفزع لما بيشوف جثه سيمون متعلقه، وبيدخل عليه واحد من كبار السن بيخدره، وبتصحيه واحده منهم وبتقوله انه مش هيقدر يتكلم ولا يتحرك، وبتبدا اخر طقوس مهرجان الصيف، وبتعلن سيف انه هيتم التضحيه بتسعة اشخاص، اربعه من اهل القريه واربعه اجانب، والشخص التاسع الملكه هي اللي هتختاره، اتنين من اهل القريه قدموا روحهم بالفعل، ودول اللي نطوا من فوق المنحدر، واتنين تانيين هيتطوعوا، منهم انغمار اخو بيلي، والاربعه الاجانب طبعا كانوا سيمون وكوني وجوش ومارك، ودلوقتي الدور على داني تختار الشخص التاسع، وبتكون المقارنه ما بين كريستين وبين واحد من اهل القريه، وبتختار داني انهم يضحوا بكريستين، وبعدها بيجمعوا الجثث كلها في المعبد، وكبار السن والاطفال بيجهزوا الخطوه الاخيره، وهي انهم بيخرجوا احشاء الدب وبيحطوا كريستين مكانها وهو لسه عايش، وبعدها بيخدروا الاثنين المتطوعين من اهل القريه علشان ما يحسوش بالم، وبعدها بيولعوا في كل الجثث الموجوده في المعبد، واهل القريه واقفين بيتفرجوا، ولما النار بتمسك في المعبد كله بيبداوا يصرخوا من الالم وبيحسوا بالم الناس اللي جوه، اما داني فبتبص على المعبد وهو بيولع وبتبتسم، وبيخلص الفيلم على كده. في النهايه لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.